سلام المسيح لنا جميعا. نصلي. يا رب، نقف أمام غنى نعمتك. لولا النعمة وين احنا اليوم؟ بنعمتك أنت كل شيء صار، الفضل كله إلك يا رب. احنا نفرح ونحب ونتأمل في هذه النعمة دوما، لأنه بدونها ما في خلاص، ما في رجاء. فبينما ننظر في هذا المقطع اليوم، حيث النعمة واضحة واختيار النعمة وفضل النعمة علينا، خلينا يا رب فعلا بقلوب ممتنة من الصميم ننظر إليك ونفرح بك، وأنت فعلا تكون من جديد الكنز، الكنز في حياتنا. شكرا إليك يا رب. رافقنا الآن وساعدنا واحمينا من الخطأ، وتمجد أنت في اسم المسيح، آمين. فإحنا الآن في رومية 11، ننظر إلى الأعداد الستة الأولى من رومية 11، اللي بالحقيقة هو هذا موضوعها، النعمة. لولا النعمة، أو وإلا فليست النعمة بعد نعمة، كم مرة رح بيقول يستخدم هاي الكلمة في مقطعنا هذا. بس هذا المقطع بيجي طبعا كل هذه التقاسيم، إصحاحات والأعداد الآيات، طبعا هذه هي جعلت لي لسهولة إيجاد المقاطع وتنظيم الأفكار وإلى آخره. بس ما ننسى أنه مش موجودة بالأصل الأعداد والأرقام والإصحاحات، يعني لما ومثل ما كان دايما لما شخص بده يشير إلى مقطع في العهد القديم، قبل ما يعني تضع هذه التقسيمات والترقيمات، كان دائما الإشارة إلى حدث أو قصة أو نبي معين. هيك مثل ما راح نشوف بالمقطع اليوم، لما مثلا بيقول في إيليا، شو قصده في إيليا؟ يعني في المقطع الذي يخص إيليا، في قصة إيليا، فيما يتعلق بإيليا، في بشأن إيليا. وهيك المسيح كان يشير أيضا إلى مقاطع في العهد القديم، ما كان يعطي يعني إصحاح وعدد أكيد، ولكن كان يشير إلى نوح أو إلى يونان أو إلى إبراهيم أو إلى آدم وكل هذه الأحداث في العهد القديم. فمشان هيك يعني إحنا بنتابع تسلسل الأفكار، حتى لو كان في يعني تقاسيم معينة أو أرقام معينة. فمن بعد ما انتهينا في الإصحاح العاشر والعدد 21، أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. فبيجي السؤال بشكل طبيعي اللي بيبدأ فيه بإصحاح 11، وهو السؤال يعني سؤال بديهي الجواب عليه، بس لازم يسأل. فرح نقرأ الأعداد 1-6 من رومية 11. فأقول، فهي الفاء يعني لذلك، من بعد ما حكى طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، اللي رجعنا إلى أشعياء 65، واللي أيضا صدى لي كلمات المسيح نفسه في حزنه عندما يرثي أورشليم. فأقول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا، بشأن إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب
قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ يعني شو برد علي الله؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. هون رح نتوقف بنعمة الرب. ربي يبارك لنا ويحفظنا من الخطأ عندما ننظر في هذه الكلمات. فإذا السؤال، لعل الله رفض شعبه. هلأ احنا رجعنا إلى الشعب، والقصد هون العرق، يعني بني يعقوب بني إسرائيل بالذات، مع أنه احنا عارفين أنه في السياق الأوسع لما احنا بنفكر بالشعب أو شعب الله أو شعب المسيح، نحن نفهم أنه هذا يعني المقصود به جسد المسيح أو المؤمنين بشكل عام، من أي خلفية كانوا، ما في مسألة عرق أو تمييز. بس هون بعده ما ننسى أنه رسول بولس بعده بالوحي الإلهي عم بيواجه هذه المسألة، أنه مدام هيك ومدام عندهم هذه المواعيد وعندهم الأنبياء وعندهم التشريع والناموس وكل هذه الأمور، فإذا هم أول ناس كان لازم يتعرفوا على المسيح ويقبلوا ويقبلوا الإنجيل، ولكنهم رفضوا. عم نحكي طبعا هون بشكل عام، مش عم نحكي كأفراد. فمشان هيك بيجي هذا السؤال، فإذا لعل الله رفض شعبه. مدام هيك يعني ممكن شخص يستنتج أنه الله رفض هذا الشعب، شعب العهد القديم. بس الجواب طبعا على هذا السؤال هو بديهي، هو كلا، حاشا، يعني مستحيل أنه الله يرجع عن أي شيء هو بيحكيه، أي وعد هو بيعطيه، أي قصد هو بده يحققه. فمع أنه بشكل عام في رفض، بس مش معناته أنه الله رفض هذا الشعب بالمرة وما رح يتعامل معهم بالمرة وما حد منهم رح يخلص. لأني هلأ إحنا كيف عم نعرف أنه عم بيحكي عن عرق، مش عم بيحكي عن بشكل عام شعب الله يعني بالإيمان؟ لأنه هلأ بيعطي نفسه كمثل الرسول بولس، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. فإذا شو عم بيأكد لنا؟ عم بيأكد لنا هو من هذا العرق، بس هو آمن. فإذا مش الشعب كله مرفوض، دايما في مجال للإيمان، دايما في بقية مثل ما رح بنشوف. بس بيجي الجواب، لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. فهون في سؤال طبعا، وكويس احنا نتأكد من هذه الأمور في السياق الكتابي مش بحسب أفكارنا. بدنا ننتبه هون، لأنه في سياسة وفي أمور وفي أحداث تاريخية ممكن هيك تحول قلوبنا إلى أماكن أخرى وما نعود نهتم بالحق الكتابي. لا، دايما لازم نهتم بالحق الكتابي، لأنه في شعب ومعروف سابقا. مش بس مسألة أنه المؤمنين طبعا معروفين سابقا عند الله بشكل عام، بس كمان في شعب مختار ومعروف سابقا من الله، لأنه في دلائل كتابية على ذلك. مثلا نقرأ مقطع أو مقطعين أو آيات بسيطة، مثلا خروج 19، أنا ما علمتها كلها بس بنلاقيها بسرعة. خروج 19، وطبعا إحنا عارفين هذه الأمور، والعدد السادس نكتفي به. وأنتم تكونون لي، ثم بعد ما يقول
تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فأن لي كل الأرض. هو الله بيختار على كيفه، يعني مش أنه عم بيميزهم عن الثانيين بمعنى تمييز عنصري. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ففي نوع من الاختيار، لأنه في مقاصد الله، الله بده يعمل شيء من خلال أو عبر أو في نسل هذا الشعب. يعني شو بده يعمل؟ وإحنا عارفين بده يبارك جميع شعوب الأرض بواسطة المسيح، واللي رح يجي من حيث النسل البشري، من حيث الطبيعة البشرية من هذا النسل. وإحنا حكينا في هذا الموضوع كثير، فما رح نكرر هذا. في أشعياء 43 كمان، نحاول إنه نمشي بسرعة حتى نوصل إلى هذه المقاطع وما نطول كثير. بس في أشعياء 43 والأعداد 20 و21 كمان بنشوف هذه الكلمات. لأسقي شعبي مختاري. كيف يعني الله تعامل معهم في البرية؟ هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. فإذا في اختيار، في عم نحكي عن عرق، عن شعب. بس هذا لا يعني طبعا أنه كل فرد في هذا الشعب يخلص أو يؤمن، لا، عم بيحكي هم من ناحية عرقية وشاملة وجامعة، أنه الله اختار هذا الشعب بده يعمل منه بالنهاية بركة لجميع شعوب الأرض. طبعا هو كلنا بنعرف هو شعب 11 واحد، لأنه تنطبق على المسيح في النهاية من مصر، دعوت ابني شيك. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، يعني مش بسبب أنه عمل أي شيء، الله باختياره بمحبته عمل هذا الشيء. ومن مصر دعوت ابني، الله أخرجهم من مصر ودعاهم ابنه، يعني دعاهم خاصة ودعاهم شعبه، أعطاهم تشريع، أعطاهم شريعته، وحكى لهم هيك أسلكوا، هيك تكونوا نور للأمم. بس المسيح في النهاية هو اللي حقق هذا الشيء، أكيد أنه هو الابن المطيع بالكامل. أوكي، فإذا لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. مسألة سبق فعرف كتير مهمة هون، في من ناحية سيادة واختيار الله. فمثلا في عاموس 3:2 بنشوف هاي كلمات شبيهة بهذه. إن شاء الله بنلاقي عاموس بسرعة. أوكي، إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. ففي الاختيار وفي هذا التعامل في جهتين، في ناحية اختيار وشد إلى الله وأعطاء الشريعة وأعطاء الوعود ونبوءات، كل هذه الأمور تمهيدا لمباركة جميع شعوب الأرض. بس من ناحية تانية أيضا في تأديب خاص لهذا الشعب، في إدانة خاصة لهذا الشعب عندما لا يسلك، عندما لا يقوم بمسؤوليته. فمثل ما بنحكي دائما، في من ناحية سيادة الله في الاختيار والدعوة وفي من ناحية ثانية المسؤولية الأخلاقية أمام هذا الإله، اللي الإنسان مش معفى عن مسؤوليته الأخلاقية أمام الله. وهي مسألة سبق فعرفه، هي كلمات قوية جدا، في تعيين مسبق، في اختيار مسبق، في تحديد مسبق لدور معين في مقاصد الله الصالحة في هيك شيء، مثل ما شفنا بثمانية 29 يحكي هناك عنا كلنا احنا جميعا كمان في اختيار وتعيين ومعرفة سابقة. ففي رومية 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. كمان هاي الكلمة سبق فعرف، اللي هي ممكن تكون يعني فعل واحد بالأصلي مجموع هيك مع بعض، معروف سابقا، سبق فعرف، عرف مسبقا، هيك بنشوفها في عدة أماكن. بس الشيء المهم بالنسبة لنا اليوم لأنه بيتعلق بالمسيح، أعمال 2:23 هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. من ناحية المسيح هذا شيء محتوم، وفي اختيار وسيادة الله وعلمه المسبق،
بس بنفس الوقت بيقول وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، يعني مش معفي الإنسان من مسؤوليته، مع أنه الله مسبقا حدد كل هذه الأمور، وهذا كله في مقاصده الصالحة لأجل خلاص الإنسان، لأجل إظهار الرحمة للجميع مش بس لفئة معينة من البشر. بعدين في بطرس الأولى كمان 21، وهذه طبعا آية عجيبة جدا، دايما بنرجع إلها، لأنه يعني ما في هروب من هي مسألة المعرفة المسبقة. فعم لما بيقول افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم كما من محمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. هلا شوف شو بيقول ببطرس الأولى 21، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون إلى آخره. فإذن هذا الخروف، هذا المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم. كأنه عم بيقول شو يعني؟ كأنه عم بيقول الخروف المذبوح قبل تأسيس العالم، لأنه هذا شيء محتوم، هذا الشيء في المشورة الإلهية، الآب والابن والروح القدس، هذا الشيء تقرر مسبقا في الأزل، بعدين يتحقق عندما الابن يتجسد ويذهب بهذا الجسد الكامل بعدما أن يعيش الحياة الكاملة إلى الصليب، فيقدم القربان الكامل، الذبيحة الكاملة عن خطايا البشر. فإذا هذا كله عم نحكي لأنه عم بيقول هون سبق فعرفه، الله عرف هذا الشعب مسبقا، يعني عينه في مقاصده الصالحة لأجل خلاص العالم، لأنه منه رح يجي المسيح اللي هو أيضا معروف مسبقا لأجل خلاص العالم. فإذا بعد ما حكينا كل هذه الأمور بده يعطينا مثل، بده يجيبنا إلى لب الموضوع، أنه بيرجعنا إلى زمن إيليا، وبده يقارن بين أيام إيليا وبين أيامه هو الرسول بولس لما في زمن كتابة هذه الأمور. فأكيد أنه الله ما رفض شعبه، وهذا الشيء طبعا أنا نسيت أقرأ كمان مقطع آخر في صموئيل الأول والعدد 12، سوري والإصحاح 12، لأنه يعني كتير مهم كمان نشوف أنه عم بيستخدم كلمات هو كأنه عم بيقتبس منها بالحقيقة، لأنه ضليع طبعا رسول بولس بالوحي الإلهي بالعهد القديم، وعم دايما يستند بالعهد القديم، ودايما عم بيجمع وعم بيوحد الكلمة والإعلان كله، هذا عمل الروح القدس أكيد. فلما عم بيقول لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه، فإحنا قرأنا مقاطع كافية، بس خلينا نقرأ الآن عن عدم الرفض. صموئيل الأول 12-22. فإذا لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. هون في وسط هاي كل المسائل، شاول ورح يجي داود وكل هذه الأمور، عم بيأكد الله أنه ما بيرفض، أنه ما بيغير فكره، أنه ما بيرجع، الله أمين. وهذا الشيء بيشجعنا كلنا أحبائي، مش بس لأنه اختار شعب في العهد القديم وكان أمين، مع أنه مش كلهم آمنوا وظلوا يعمل حتى حقق كل مقاصده الصالحة في المسيح، بس هذا بيعطينا ثقة بأمانة الله، لأنه عم بيعمل نفس الشيء معنا، إحنا كمان اختارنا وإحنا كمان عم بيعمل فينا، وإحنا في سيادته عيننا وعم بيعمل ورح يكمل عمله، رح يكمل كل عمل صالح. فمشان هيك عم بيقول هيدا الشيء. وكمان ممكن نقرأ من المزمور 94-14، كمان شيء مماثل عم بيحكي، كمان تأكيد، يقول لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه. فإذا رسول بولس عم بيسأل السؤال، بس عم بيجاوب من الوحي نفسه، كله بالوحي الإلهي عم بيصير بقيادة الروح القدس. هلأ بيكمل، أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا، يعني بخصوص أو بشأن أو في المقطع الذي يختص بإيليا، في هذا الخصوص، في هذا الموضوع، كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا، وهيدا الشيء مقتبس الآن من ملوك الأول والإصحاح 19 اللي احنا نذهب إليه،
هلأ شوي بس خلينا نقرأها. يا رب قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. الجواب من الله، لكن ماذا يقول له الوحي، الوحي الإلهي يعني؟ أبقيت لنفسي، الله عم بيقول أنا أبقيت لنفسي كمان مرة. كل هذا الشيء بيصير لمجد الله، لمجد اسم الله، مش بسبب عمل أي إنسان. الله عنده مقاصد صالحة راح يحققها في سيادته بدون تدخل بشري، مع أنه الإنسان مسؤول أمامه، بس الله بيعمل بحسب سيادته بحقه لتحقيق مقاصده الصالحة. أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. خليني بالبداية أقول أنه 7000، ما ننسى أنه رقم كمان ممكن يكون رقم رمزي، ممكن القصد يكون طبعا حرفيا 7000، بس بسياق الكتاب المقدس نفهم أنه عم بيحكي لنا 7000 يعني الرقم الكامل اللي الله اختاره في سيادته لكي لا يحني الركبة لبعل، مش لأنه هم بأعمالهم عم بيعملوا هذا الشيء. هم رح يعملوا هذا الشيء لأنه الله اختارهم، لأنه الله عم بيخليهم يعملوا هذا الشيء، عم بيفتح قلوبهم، ما عم بيخليهم يقصوا قلوبهم. فما بقى بس يعني إيليا لحاله، في 7000 كمان، في عدد كبير كمان. إذا عم بيحكي 7000 رجل حتى لو كان حرفيا، كمان ما ننسى أنه العوائل والنساء والأطفال اللي بيجوا معهم، ما ننسى هذا الشيء. أوكي، نرجع الآن إلى ملوك الأول والإصحاح 19. بنعرف السياق مش هيك؟ إيليا من بعد العمل العظيم اللي الله عمله فيه ومن خلاله على جبل الكرمل بصير هارب الآن وخايف من إيزابل، والوضع في هذاك الوقت لأنه كمان هي أمرت بقتل الأنبياء، فهو هربان وبالبرية، والله بيتعامل معه، والله بيرفع من كآبته، والله بيوكله وبيعطيه يعني مهمة بده يضل يستخدمه مع أخآبه، بده يعطيه الشجاعة أنه يواجه أخآب إلى آخره، وبيظهر إله وبيتعامل معه وبنتذكر كل هذه الأمور. فلما هون عم بيقول يتوسل إلى الله ضد إسرائيل، يعني شوف شعبك يا رب، شوف هذا إسرائيل شو عم بيعمل. مثل ما حكينا، مجرد أنه هم شعبه في اختياره وعم بيتعامل معهم عبر التاريخ، مش معناته أنه كل واحد منهم يعني بس بمجرد انتمائه العرقي رح يخلص، لا. دايما هذا المبدأ هو نفسه، أنه بالإيمان بالنعمة الإنسان يخلص، مش بمجرد وجوده ضمن فئة بشرية معينة. ما في هيك شيء أبدا، ما في أي نوع من المحاباة أو التمييز العنصري في كل الكتاب المقدس. فإذا شو عم بيعمل إيليا هون؟ يعني عم بيتذمر بمعنى آخر، وعم بيصلي حتى في صلاته ضد هذا الشعب. يعني شو عم بيعملوا؟ شو عم بيعملوا؟ عم بيهدموا المذابح، عم بيقتلوا الأنبياء، وأنا لحالي، وطالبين نفسي كمان، رح يقتلوني أنا كمان. فمش القصد أنه الله بده يرد عليه من ناحية أنه رح يبقينا على نفسه، طبعا رح يبقي على نفسه لغاية ما تخلص مهمته على الأرض، مثلك أنت أخي وأنت أختي وأنا كمان. لما الله في عنده مقاصد صالحة بحققها في حياتنا، وبعدين بنروح وبنكون معه يعني وإلى الأبد، وهذا قصده الصالح النهائي، أنه نكون معه إلى الأبد. فمش القصد هون أنه يعني عم بيرد عليه أنا رح أحافظ على نفسك على حياتك، لا، عم بيرد عليه من ناحية أنه في غيرك أنا كمان دعوتهم لنفسي وحافظت عليهم وعندهم إيمان وبالنعمة هم كمان خلصانين، وعدد كبير، مش بس أنت. فهذا القصد. فهو بيقول هيك، وهذه مقتبسة من 19 ملوك الأول الأعداد 10 و14، يعني مشابهة لهذا الكلام. فقال يعني إيليا: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. وعدد 14 نفس الشيء بيقول:
فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي هم يطلبون نفسي ليأخذوها. شوف عدة مرات عم بكرر هذا الشيء لأنه خايف على نفسه ولأنه شايف نفسه وحيد في كل هذا الشعب. بس الله عم بيقول له: لا، دايما أنا عندي بقية. أنت يمكن مش شايف، بس أنا دايما عندي بقية، وأنت مش لحالك، وأنا دعوت ناس تانيين، وفي عندي بقية تقية أمينة أنا اخترتهم، وهم بالنعمة بيجوا إلي وبالإيمان بيكونوا إلي، وهيك أنا عم بحقق مقاصدي الصالحة. دائما دائما عندي بقية، هذا القصد. فمشان هيك بيجاوب عليه، ماذا يقول له الوحي بالعدد 18؟ شو بيجاوب عليه؟ هون الله عم بيجاوب: قد أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تجتوا للبعل وكل فم لم يقبله. يعني في قلوب أيضا بعد ما تحولت وراء البعل، ما راحت وعملت الشيء المشين وما تركوني، لا، في كتير بعد، وهذا عدد أعتقد هو رمزي أكثر ما هو حرفي. في كتير بعد طبعا، بس بيضلوا أقلية، بيضلوا بقية، بس في كتير نسبيا، في أيضا كتير غيرك يا إيليا. مشان هيك بيجاوب عليه والرسول بولس يقتبس بالوحي الإلهي، لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. مثل ما حكينا، مش 7,000 بس، يعني حتى لو أخذناها حرفيا، مع هذا الرجال في نساء وفي عوائل وفي شبان وإلى آخره. هلأ ليش رسول بولس بيرجعنا هناك؟ طبعا ممكن نرجع كمان إلى أبعد من هناك، ممكن نروح إلى نوح، ممكن نروح إلى أيام لوط وإبراهيم، ممكن نروح إلى أيام أشعيا. دايما عم بيكلمنا عن بقية، بس ليش رسول بولس عم بيروح إلى إيليا وعم بيستشهد فيه؟ لأنه بده يقارن مع أيامه هو، كما كان في أيام إيليا كذلك في أيام الرسول بولس، وإحنا بالتالي ممكن نحكي كذلك في أيامنا. فبيقول في العدد 5 من رومية 11: فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. مثل ما أنه الرسول بولس نفسه هو مثال على ذلك، وعم بيقدم نفسه مثال على ذلك، مش هيك؟ هل قال على الله رفض شعبه في البداية؟ قرأنا: حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي. فإحنا كيف نعرف أنه ما يقصد إسرائيل الحقيقية، مش إسرائيل العرقية؟ سوري، كيف نعرف أنه لا يقصد إسرائيل الحقيقية، يعني الشعب الكامل من اليهود ومن الأمم اللي رح يتبعوا الرب يسوع المسيح لما يجي؟ كيف بنعرف أنه عم بيشير إلى إسرائيل العرقي وعم بيضل الله رح يتعامل معهم؟ ولأنه في الإصحاح 11 بعدين رح بفرجينا أنه في جيل معين مستقبلا، في جيل كامل رح يرجع ورح يؤمن، بس هلأ مش حاصل، ولا في وقتنا ولا في وقت الرسول بولس ولا في كل هذه الفترة منذ ذلك الحين إلى اليوم. فكيف بنعرف هون؟ بيقول: لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم. لو توقف هون كمان ممكن نحكي أنه عم بيتكلم عن إسرائيل الحقيقية المؤمنة، من نسل إبراهيم عم بيتكلم عن النسل الروحي اللي آمن، كلنا أولاد إبراهيم بالإيمان بنصير، بس لما بيجيب من نسل إبراهيم من سبط بنيامين فجابنا إلى العرق. عم بيقول، عم بيحط نفسه مثال، أنه أنا مثال أنه الله ما رفض شعبه بالكامل، في ناس من هذا الشعب لا يزالون يؤمنون، مع أنه الأكثرية في هذاك الوقت وكذلك اليوم لا يؤمنون. بس رح يجي زمن، لما نكمل بعدين رح بنشوف في رومية 11، رح يجي زمن أنه في منهم من هذا العرق في جيل معين مستقبلا رح يؤمن، بس ليس الآن، ليس الآن. اليوم بعد عم نكمل في عصر النعمة والكنيسة، لما الله عم بيجمع من كل الشعوب إلى نفسه وعم بيكون شعب واحد طبعا، وبالنهاية كمان رح بيكونوا شعب واحد لأنه رح ينضموا إلى جسد المسيح، إلى شعب المسيح. بس القصد هون أنه رح يضل الله يتعامل مع هذا العرق، ورح يجي يوم عدد كبير منهم، جيل كامل
رح يؤمن، بس مش اليوم. بس هذا الشيء بيعطينا هذه كلمات رجاء على فكرة، رجاء إنه في ناس بعد رح يؤمنوا، غير مش بس من ناحية اليهود. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، بس بالنهاية كله بالنعمة. ما في حدا رح يفتخر، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربي يسوع. أنا ما أنا بنعمة الله. يعني ما في مجال إنه نهرب من مسألة السيادة والاختيار والنعمة ونذهب وراء الأعمال ونحكي في ناس رح يبرروا أنفسهم بأعمالهم، مع إنه في ناس تتبرر بالنعمة ولكن في ناس رح تتبرر بأعمالها. ما في هيك شيء في كل الكتاب المقدس، هذا الشيء منفي تماما تماما. واليوم رح نشوف هلأ الآن في العدد السادس إنه كمان مرة رح ينفي الرسول بولس بالوحي الإلهي كما سبق ونفاه بالوحي الإلهي. طيب بس هلأ عم بيقول أخذنا من زمن إيليا وجابنا إلى زمن بولس إلى القرن الأول، زمن كتابة هذه الرسالة العظيمة. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية، واحد منهم بولس، واحد تاني ديموثاوس، آخرين طبعا برنابا وإلى آخره وإلى آخره، والرسل حسب اختيار النعمة. بس بده يحكينا أنه كله حسب اختيار النعمة، كله في مقاصد الله الصالحة. الله عم بيعمل هذا الشيء مثل ما عمل وقتها وقال أبقيت لنفسي، فالآن الله أيضا يبقي لنفسه. أنت بالإيمان، أنت أختي بالإيمان، أنا بالإيمان، كل شخص يؤمن بالإيمان بالنعمة. ما في غير طريقة للخلاص، لازم يكون عمل الله اللي بيلين القلب، اللي بيفتح القلب، اللي بيجذب الإنسان إليه، بيجيبه إلى التوبة، بيعطيه أن يتوب وأن يؤمن وأن يخلص. هاي الفكرة هون. وهلأ بيجي العدد السادس اللي ننتهي فيه اليوم وبيكمل هذا المقطع. فإن كان بالنعمة، مدام شيء بالنعمة فليس بعد بالأعمال. يعني مدام بالنعمة يعني عمل الله، فليس بعد بالأعمال يعني مش بعمل الإنسان. فهون في كمان عم بناقض بين اثنين أو عم بباين بين اثنين، في عمل الله في عمل الإنسان، بدك تختار. إذا المسألة بعمل الإنسان فبيصير بالأعمال، إذا المسألة بعمل الله بفعل الله فإذا بالنعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال. طبعا في غلاطيا اللي عم بحارب فيها المفهوم الخاطئ أنه ممكن بالأعمال، أو كأنه في إنجيل آخر مش إنجيل واحد، عم بيحارب نفس الفكرة اللي عم بيأكدها هون إلنا، أنه المسألة بالنعمة وما في أي مجال لعمل الإنسان من ناحية أنه هو يعني يحصل على الخلاص، يقتني الخلاص بعمله بأعماله. شو بيقول بغلاطيا واحد تقرأ العدد ستة، إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. كلمة أناثيمة يعني ملعون، تحت اللعنة، تحت الدينونة، تحت الحكم الإلهي. كما سبقنا فقلنا أقول لكم أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة. يعني المسألة ما تروحوا عن النعمة، ما تتحولوا إلى إنجيل آخر كأنه في إنجيل أعمال وإنجيل نعمة. لا، في إنجيل واحد هو إنجيل النعمة، الخلاص بالنعمة بالإيمان، وهذا ليس منكم، هو عمل، هو عطية الله. وبالإصحاح الثالث كمان من نفس الرسالة بيحكي، أيها الغلاطيون الأغبياء، يعني صرتوا جاهلين، صرتوا غير حكماء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، بأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ وبيكمل. يعني وهنا عم بيحكي نفس الشيء، فما في زمروح بعد كتير. وفي نفس رسالة روميا طبعا عدة مرات حكى هذا الشيء، بس في أربعة بيجي تمام وبيعطي مثال إيمان إبراهيم
فحسب له برا، فبيقول بأربعة أربعة، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وهذا الشيء اللي عم بيقوله هون، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة. يعني ما بنقدر نلغي النعمة، ما بنقدر نسمي الشيء نعمة إذا عم نحكي المسألة بالأعمال. يا هاي يا هاي، الاثنين ما بيمشوا مع بعض. اللي بيمشي مع بعض هو سيادة الله واختيار الله ونعمة ورحمة الله اللي إحنا لا نستحقها، هذا بيمشي مع مسؤوليتنا الأخلاقية نحن أن نختاره وأن نتوب وأن نؤمن لما ببكتنا، لما بيفتح قلوبنا، هاي مسؤوليتنا. بس هو بسيادته بيعمل وبنعمته بيعمل، بس ما بنقدر نخلط النعمة والأعمال. هون مش عم بيباين بين النعمة والإيمان، في أماكن أخرى بيباين أو بيضعهم وبيقارنهم، بس هنا المسألة هي إما النعمة أو الأعمال. أما النعمة والإيمان بيمشوا مع بعض، بس النعمة والأعمال ما بيمشوا مع بعض. إن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. إذا المسألة بالأعمال بخلينا بالأعمال، بس ما بقدرش نجمع الاثنين نحكي إنه بالنعمة وبالأعمال بنفس الوقت. فخلينا نرجع نقرأه من بعد ما يقول: فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فبدنا نختار يا هيك يا هيك، ما في مجال نجيب اثنين ونحطهم مع بعض كأنه ممكن أنه يتلاقوا، كأنه ممكن أنه ما يلغوا بعضهم البعض، بالعكس رح يلغوا بعضهم البعض بالكامل. إما عمل الله فذلك النعمة، أو عمل الإنسان فذلك الأعمال. فالنعمة مجانية وعمل الله الاختياري دون أي تدخل للأعمال فيها، وإلا ما بتكون نعمة. فهذه عمها عمل الله، هذه مبادرة الله، ومش مسألة أنه الله عم بيتجاوب مع عمل الإنسان وقرار الإنسان كأنه الله ليس سيد. فهو الله اللي بيزيل قساوة القلب، وهو الذي يبدي النعمة، وهو الذي يخلص. هلأ عدة أمور تترتب عن ذلك. نهاية هذا تطبيق عملي لنا اليوم. طب شو معناته هذا الشيء لنا؟ أنه لازم نسلم فيه. واضح مقاطع كثيرة وكثيرة وكثيرة: مسألة الاختيار، مسألة الدعوة الإلهية، مسألة النعمة والرحمة الإلهية بدون أي استحقاق بشري. فلذلك الذين يخلصون ما في استحقاق، والذين لا يخلصون ما في استحقاق. الاستحقاق الوحيد هو أن كلنا، الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون، كلنا تحت غضب ودينونة الله حقا وعدلا. بس شو بيترتب علينا لما نيجي نقف أمام النعمة؟ بدنا نستكبر ونشوف أنفسنا؟ لا، أول شيء بدنا نتواضع. هذا أول تطبيق. بدنا نتواضع، بدنا هيك ننزل تحت ونشوف أنه إحنا ما بنستحق هذا الشيء. هو اللي رفعنا، هو اللي اختارنا، هو اللي دعانا، هو اللي بكتنا، هو اللي فتح قلوبنا، هو اللي أعطانا أن نتوب. وهذا الشيء اللي بيقوله على فكرة في تيموثاوس الثانية، أعتقد هذا شيء مهم أنه إحنا نقرأه، أنه هون عم بيحكي لنا أنه هو الله اللي بيعطي التوبة. تيموثاوس الثانية 2:24-26. نقرأ فقط من عدد 25، شوف بيقول: مؤدبا بالوداع المقاولين، هون عن يعني الخادم المقبول أمام الله، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. يعني خليك أنت تتعامل مع الناس هيك لعل الله يعطي توبة. الله اللي بيعطي التوبة. فمع التواضع بيجي تطبيق ثاني: الصلاة. نصلي من أجل القلوب القاسية لعل أن الله يعطي توبة. ما منتوقف عن الصلاة. كمان تطبيق أنه شو يترتب من ذلك: بنتواضع، بنصلي، بنشارك الإنجيل مع الجميع، لأنه إحنا ما عدنا حق إحنا نختار، مش على كيفنا إحنا بنقرر مين الله يختار ومين الله
بيفتح قلبه من الله يتوب ويعيد إليه. لا، إحنا نشارك هذه الرسالة، هذا الإنجيل، هذه اللؤلؤة الثمينة مع الجميع. كمان بنجازف بالحياة والمال، لأنه ما في شيء أعظم من ذلك، ما في شيء قيمته أكثر من قيمة نفس الإنسان، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وقيمة هذه النفس في بنشوفها في الصليب أكيد. طيب، فإحنا كمان مستعدين كما بيحكي لنا برومية 8:38، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف، كما هو مكتوب: من أجلك نمات كل النهار، حسبنا مثل غنم للذبح. صحيح في هذه جميعه يعظم انتصارنا، بس إحنا مستعدين أن نضع أنفسنا وكل شيء لنا من أجل توصيل الإنجيل، من أجل أن نحيا للمسيح بالحياة وبالكلمة، نوصل هذه الرسالة. نتواضع، نصلي، نشارك، نجازف، نعظم في النعمة وفي رب النعمة، وبنحبه وبنتمسك فيه وبنتعلق فيه، لأنه هاي النعمة شيء ما بنستحقه، هذا شيء عجيب، هذا شيء غني جدا، هاي رحمة عجيبة وواسعة، والله بده يظهرها لجميع الناس، يهود كانوا أم أمميين. لأنه شوف شو بيقول في عدد 32 من 11 رومية 11:32: لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان، يهود وأمم، لكي يرحم الجميع، يهود وأمم. فإحنا بنعظم في هذا الشيء في حياتنا وفي كلامنا وفي تسبيحنا وفي صلاتنا وفي مشاركتنا مع الآخرين. وآخر شيء كمان، ما بنقول، ما بعمرنا بنقول إنه ربما الله ما اختارني أنا، أو ما اختار هدول الناس اللي أنا بعرفهم واللي عم بصلي من أجلهم واللي عم بشارك الإنجيل معهم. ما عندي حق أنا إنه أحكي هذا الشيء أبدا، لأنه هذا الشيء يتعلق بسيادة الله، وهذه الأمور غير معلنة لي. الله ما أعلن لي مين اختار ومين ما اختار، مثل ما إيليا كمان في زمن وما كانش عارف، مثل ما بولس كمان في زمن وما كانش عارف، بس عم بيحكي هذا المبدأ بغض النظر عن عدم معرفة الإنسان. تبقى هناك سيادة الله، تبقى هناك بقية دائما الله عم بيروح وراها وعم بيجيبها إله. وإحنا نتواضع، بنصلي، بنشارك، بنجازف، بنعظم، وما بنقول يمكن الله ما اختار. شكرا إليك يا رب، اختيارك عظيم، نعمتك عظيمة، سيادتك عظيمة، محبتك عظيمة، رحمتك عظيمة، وإحنا بنقبل كل هذه الأمور بالإيمان، بالإيمان. شكرا إليك يا رب، خلينا نعيش بالإيمان، خلينا نعيش على رجاء الإيمان، خلينا نتواضع، خلينا نصلي، خلينا نشارك، خلينا نجازف، خلينا نعظم فيك دائما في كل مجالات حياتنا، خليك أنت تتمجد في كل شيء. وما نحكي أبدا، احفظنا يا رب من هذا الخطأ، أنه نحكي يمكن هذا الله ما اختاره. إذا كان رسول بولس نفسه الله غيره، وإذا أنا الله غيرني، وإذا أنت وأنت أختي الله غيرنا، فإذا الله قادر أن يغير وأن يتوب أو يعطي توبة لأي إنسان، مش إحنا اللي بنقرر، هو بالنعمة يأخذ لنفسه، يبقي لنفسه بقية في كل العصور والأجيال إلى أن يأتي، وهكذا نكون معه إلى الأبد. أعطينا أمانة يا رب، في اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس، آمين.